بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبابي بيستين باسي إنكاري كردني بينيني الله كجل جلاله للان قمراكان وديسان تقريبا بابي كتر داير شدو بزو بابي تايبت كردو بقيامته بيشوي بشما سرو بابا توضيحك يوم لسر درسي بيشو كأبيج لسر مسألي علوي الله جل جلاله بلنديتي الله جل جلاله لسر مخلوقاتي ومسألي بلندبونا سر عرشيتي. طبعا مسألي بلندي الله جل جلاله أو قورترين مسألي لا أهل السنة جماعة مثل اللي روى همو بابلين قمرايا كان دسي أن بيكر دوا لناو قروبا قمرا كان كابي أنا وتري الفلق الكلامية فرقة كلامية كان كون جبريتين لا جهمية كان دو أوانيش معتزلية كان دو أوانيش كلابية كان دو أوانيش شاعرة كان دو أوانيش ما تريد يكان وهند فرقيتر كيسن معون وكو كرامية كانوا وكو مشبهة كان كرامية كان جماعة محمد كوري كرام ومشبهة كان جماعة داودي جواربين أنا سبني أن ماوا بلاموي بوني ماوا كازين كروي منهجي جهم منهجي اعتزال منهجي كلاب يكان بريتين لا أشعر يكان ما تريد يكان كيس حاليا أو مسألة قرسترين وقولترين مسألة كالنيوان أوانو مسلمانان أهل سنة جماعة ما وتو كوان قمراب انتعا ولا بيوا خوان توشي قمرأي كردو. طبعا بابت مسألة بلندي الله جل جلاله وكو ذهبي وغيري ذهبي وكو إمامي عثمان كري سعيد دارمي أبو سعيد دارمي وكو ابن قدامي مقدسي جل كتاب علوة هنايتي أفرمون زياد لهزار دليل لسرة لشرع يعني كاريت ما شاين نصوص قرآن سنتكي لقال إجماعي صحابة كان هي تابعية كان هي تابعي تابعية كان ولقال ليقدان وزبان وان يكان مسألة بلندي الله جل جلاله دليل كاني هزار داني وزيات الله هزارة أقل بجمالي بلام سبحان الله لقال أوشا عزوري وهم بلقياسي ركي قمرا ومشركة كان إنكاري علي الله كان بويا للاي أهل السنة وجماعة أواني إنكاري علي الله كان جل جلاله خرابترن وبيسترن وشرطرن وقيزونترن لوانيك على القرآن مخلوقة ولوانيك أقل بيش نقل أكن ولوانيك ألين إيمان هر قولة ولوانيك خروج يان كردوا حتى فرمون أمانة لوانش خرابترن كشوين مسيلمي كذاب كوتون شكا براسي دليل كان كهاتوا لسر علوي الله جل جلاله مركبا هر بريتيني على دليل شرعي كوتمان دليل شرعي قرآن سنة وإجماعي صحابي إجماعي تابعين وإجماعي تابعي تابعين جقال معنا هر همي دليل فطريشي لسر إنسان بفطرة خوي أزاني الله جل جلاله بلندة وجقال دليل فطري دليل عقليشي لسر بلقي عقليشي لسر كإنسان بعقل خوي كاتك أباريته ولا الله جل جلاله دس بلندكات وبو أسمانو رؤكات أسمان روناكات لاي راسي روناكات لاي شابي روناكات بيشوي روناكات دواويو دس بلندكات وبو أسمانو داولا الله كلا أسمان أكيد رمانا همي بلغيرون وأشكران لا حس إشا ولا فطرة إنسان إشا ملان بداخ وبيني أمانا إنكاريا حتى يهود نصارى إنكاري علوي الله ينكر دو جل جلاله كاري بلندي الله ينكر دو جل جلاله زوريك لا زناني أهل السنة جماعة لا تابعي كان وتابعي تابعي كان ولا علماء تريدوا أواني شاء دار إجماعي أن بويا ما نقل كردو بون منا إجماع من هيك إمامي أوزاعي نقليك إمامي أوزاعي إجماع من بو نقلك لسردامي خويا لو زناني كديوني بيستوني كما مصاكاني أوزاعي يا تابعي بن يا صحابة كان بن أو يجمع من بون نقلك على سروي الله جل جلاله برند لسان عرشكي وقتيبة كري سعيد مهما شوي يجمع من بون نقلك
وزكريا ساجي اجمع من بو نقلك وابن بطة بو من نقلك وامام اجوري بو من نقلك وامام لالك اي بو من نقلك وابو عمري طلمنكي اندلسي اويش بو من نقلك وابو عثمان صابوني شافعي اويش هر بو من نقلك وابو نصري سجزي بو من نقل اكاديسا وابو نعيمي اصفهاني صاحبي حليه حليه الاولياء اويش هر بو من نقلك اجمع لكتاب اعتقادك وابو زرعي رازي ابو حاتم رازي كري ابو حاتم رازي هرهم يعني مانا بما نقلك وابن عبد البر بما نقلك وابن خزيمة بما نقلك ابن مندب بما نقلك بهماشي وامام شافعي وامام مالك وامام احمديش بهماشي واجمع انا من بو نقلك كارهم يقر تماشي كتابي علوبكي لاي ابن قدام مقدسي وتماشي عرشكي لاي امام الذهبي أم بابت أنا بجواني أبيني مسألة دوم وباس ما أنك كرير شا خلال شان يجمعك من بونق لك أولا سري روشتين لدرسي بيشوا مسألة استواء الله جل جلاله لسر عرشكي أم مسألة إيش بيوتري مسألة كي خبري مسألة كي خبري يعني يما الله جل جلاله خبري بيا دامين كأولا سر عرشكي يدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله جل جلاله خبري بيا دامين كالله جل جلاله لسر عرشك يدي وبهمان شوى صحابة كاني بغمري خوا صلى الله عليه وسلم وقناعتي أن بوك الله جل جلاله لسر عرشك يدي وكاريب وتابعي كانوا تابعي تابعي كان يشبه همان شوى يكم كس كان مخالفي كردن جهمي كوري صفوان بوك يجل جعدي ما مصايا ووري قرتبو بلا مجعدي علاني نكردبو وكو فرقا خلقي لخويكو نكردبو لنا مسجد تكان جاري بوباب ويا أوزيات الدرنكو تافرقة كبيان بو ترجع دي كان بلكو جهم دركو جهم لنا مسجد تكان خلقي بوبانكر وأوزيات الدركو ويا بفرقة كاب جهم يكان بنا بانك بندوا ومعتزلة كان كسرق وركان يعني واصلي كوري عطاء عمري كوري عبيدة ودوا تريج ابن أبي دوات ووان هروكو شون خليفي جهم كوري صفوان جبريتي بولا بشري كوري غياثي مريسي ولدواء أوانيش كلها بيكان هاتن أوانيش هماني دعايان كرت ولدواء كلها بيكانيش أشاعر كانوا ما تريد يكان هاتن أوانيش هماني دعايان كرت طبعا بو تشاسباندني أويك الله جل جلاله لسر عرجنية من قمرانا بنابنا بردم كومال الشبهة أقر تما شابكي بقوترين شبهان كاهينا وبريتيا لويك ابن عربي المالكي هي نابيتي عليها استواء لزماني عربية تشوار دواتاي هي كتولي الله استواعي كردوتا سر عرش با تشواتاي كان لي كان علي واتا كان يترحل ناقري يعني ليرا ايوي قاعدي كي خوان قانوني كي خوان كرازي لأساس التقديس تقليلي كردوا داخلي مسألة كبكا بو قاعدة ولا توبكا نتواني او اتانا بكي تبلغا كالقرآن هاتوا لسر أويك الله جل جلاله لسر عرشه ووفر مدانيك هاتون بكيف بلغ لسر ويك الله جل جلاله لسر عرشه أويش بريتيالة شي بريتيالة قاعدي اشتراكي معنى للفظيك لفظيك ما انهي بچنواتا اكده لفظيك ما انهي بچنواتا اكده طبعا أما مبالغة شديا مسألة استواء بچوار دا معنى نهاتو كم ترى لهو هندق لزانا انتا ششو حوتو هشتو اوانا ايبا اتر زياترو كم ترى وام شبهه بلای خوانا شبهه کی زور زور بقوته گوانه کی زور زور بقوته حتی اشعری کانی امروج و کتوتی لنو بیوی بزانن بابتکا دکیو سجاوی گتو ک بابتکا بو خوی لا اصول کانی اشعرا لا تعامل کردن لقل نسوس قران و سنت سجاوی گتو ک اوان بابلین لای خوان بابتی کان هی پی و تری قبول کردن نص قبول کردن نص اگر بیت عقلی به أجر جبيت وعقلي نبي تأويل كردني تأويل كردني وقوريني معنا كيو بوشي ويك بابلين لقال عقلا بقنجة كاوش رازي لأساس التقديس هي نابيتي دواتري ابن العربي مالكي هرهما عقساك كأوي جبريتي لو يعلينا قربيتو نصك من هبي هي عقيدة يما ناتوانين هيتش واتايكي لدركين حتى وكو ددانا مانعها هي ددان الرجل هي لبردمون صيلانج يتر لو رجعنا يك لو رجعنا لو مانعنا ورجعنا بريتيلا بابلين
اشتراك في المعنى بريتيا لاويكا او لفظة واتايتري هي بويتونات واني بيك واتاليكي بيتو ببروي بو اتاكاني تر كامل اقل عقل اقنجي او يبو بكار بهيني ودلالي معنويش يعني هي كامش بريتيا لا بابلين دلالة معنويكا تنظمنا مطابقية تشيترا كأولا منطق وريان قرتوا ولا قلوشا دلالة عقلية انها كاويش راوستا ولا سر عقلي مجتهدك ولا قدانوي مجتهدك بودقك على كل كاتك امان بيمالن ايوة شون استيواء ببلندبون لسر عرج واتا اكن لكاتك شن واتا اكتريجة بخش اما بو جواب يعني نو بمجهميانا علين ام استيواء ام استيواء لسر عرش بواتاي بلندبون لسر عرش آية كي وري قرتو كي داي بلندو تسرو كي ما اواليتي اجين اوان اواليتي انا اغان الان شوار دواتاي تريها يا ما بودا بزين سر او ناشين بو واتا كاني تر لبروي طاي صحابة دان بزانو تسرو طاي صحابة دان بزانو تسرو عمري كوري خطاب استوائي تفسير كردوا بقعود على العرش بدانشت اللس العرش وبهمان شيء ابن مسعود واتاي كردوا بدانشت اللس العرش وبهمان شوا عبد الله كوري عباس واتاي كردوا ببلند بونو برز بونا سر عرش ويمش اعتيادي وكو صحابانا دا بصينينا سر بلند بونو او صحابانا اللي زانترن وشار زاترن ونزيك تريشن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوها تاكردنا بوها نصوصا كاني قرآن السنة دا بزينة وجيقائي كالصحابة دا بزانو دا بزينة سر وجيقائي كالصحابة دا بزانو ماشان برسالي كتر لم قمرانا اقل لم جهميانا ودواء ويدام كتمان كردن اما بو بلقي دا بزينين كالصحابة دا بزانو كتابعي كان دا بزانو كتابعي تابعي كان دا بزانو بلقي دون بو قمرانا كهيانين والين تولي شوار دا معنى هي لاستعمالها هيتي يا لا أصلي وضع هاتي لبكار هي نانا شوار دواتاي هي ياخذ لا أصلي دارشتني أو تكا لا أصلي دارشتني لفظكا وشكا طبعا وانا لو اختاقر انو بوي قال لا أصلي دارشتنا كا هاتي يقنا لبكار هي نانا كعلا شو يبيشي بمعنى بلند بوند كعلا شو يبيشي بمعنى بلند بوند بلند بوند ترهيج واتا لو زيادة هلا قري هو شرون واشكرا أهل اللغة هم يزانن أجل إنسان برواتا مع شابكا هو بجوان يبيني وابينين مجاهد أبو العالية وقتادو وغير أويش لسعيد كوري جبيرو طاوي تابعي كان بابتا أنك لأي كبدو توب ومانكا بمعنى بلند بونا سنع رجل و لدرتي بيشوا أو أثر من هنا لأم سلمة كافر من الله جل جلاله رونو أشكرك على سن عرشكيتي برام شونيتي لسن عرشكي معقولني طبعا إمالين معقولني ما بس وين أتوانين بعقل ماني حاطي بكين يقنا استواك رونو أشكرك وإقرار كردن بإيمانه وإنكار كردن كفره أما أم أثر أبو خوي لا ربيعي كري أبي عبد الرحمن وهاتوا بصحيحي قلنا لا أم سلمة وبضعيفي هاتوا درسي بيشوا مع جمال بيندا ولما مساكان إمام مالك ولا إمام مالك خوشي وهاتوا كيما إما أهل السنة وجماعة طالين أم استواء أما بس شيبي أم استواء أم استواء لا إما معنى كيرون وأشكرا كقعود صعود ارتفاع وكوشون سلفي أم أمتا بوي واتاكدين أما لباري مسألة بابلين استواء أو كيسمان قصيلة سربكين مسألة دواء أو كخويه نابيتي وبابيكي ودارشتو بابي بيست أفرمي إثبات رؤية الله تعالى وإنكار على من ردها أفرمي أم بابا من دارشتو بوتان لباري جيجير كردني بينيني الله جل جلاله للعن عبدكاني و وإنكاري كردني هركسيك دجاياتي كردني هركسيك هرتي أكاتو طبعا بينيني الله جل جلاله كان بشك يا كم يعني بينيني الله جل جلاله لدنيايا ببيداري بشاوي سر أم بينينا أهل سنة جماعة ألن بونيني
هیچ کسی در دنیا بچاوی سر به بیداری نات وانی الله جل جلاله ببینه. امرونه. جهم یکان ایش لیره به همان شوی قصیه ما کن. الان هیچ کسی در دنیا به بیداری بچاوی سر نات وانی الله ببینه. برای مهلی سنت و جماعه هم قصیه چونه کن بناغه که یعن چیه؟ بنما كان شيء بنما كان دققاني قرآن وسنة لن تراني لا تدرك الأبصار أم آتانا أي جهمية كان بنما كان شيء جهمية كان بنما كان كلامية فلسفية ألين وجودي الله وجودك ذهنية وجودي الله ألين وجودي ذهنية كوجودي ذهنيش بو لذهنا موجود بو لدروي ذهن موجود نبو كواتا بينينكي معقول نية بوينا بين ده اوان لروانجي نصوا ام قسين هاك لروانجي جهمي كوري صفوان وجعد كوري درهم وبشري كوري غياثي مارسي وابن ابي دعات ام قمرانا وايكن لروانجا وايكن كبلغا كان يعني عقليه ولا كلامي يونان لقسي يونان يا كان ولي انقرتوا اما حالتي كم حالتي دوم بينيني الله جل جلاله لخونا بينيني الله لخونا جل جلاله با رسول الله صلى الله عليه وسلم جاگیر بو وچون لبابی پیشوا فرموده کانی لباره و هینا بلا فرموده اوی که الله جل جلاله شوی گنجه که قجلو البو یا خود بیمو بو بو شوا اما حدیثی که ضعیفه اما حدیثی که ضعیفه قدر یک بو هنده کس که علین سندکی صحیحه را برزکم الين رجالي سندكينك سندك الين رجالي سندكي هم يعني ثقا ورجلا لا ورزا كم قاعديك مع هيلا علوم حديثا مرجنيه هر دقيق بيا وكاني سندكي هم يتشاك بون او دق صحيح به مرجنيه هر دقيق بيا وكاني سندكي هم ثقا بون او دق صحيح به بلا بيا شي هم يعني ثقا بن بلام ارابي لنيواني انا كوتو راوي لنيواني أنا كوتوا بوش حديثك بيت ضعيف راوي كوتوا دوان كوتوا جاري وأسيان كوتوا ويبوش شوا لا شوي جنجو نازم شوا أنا فرمودا كاني ضعيفة حتى أبو زرعي رازي ك در أرونو أشكراه ك سبورة العيلة لحديثة تضعيف يكا وفرمي أمتنانا منكر فرمي أمتنانا منكر بلا متر بيني ويتي چون بيني ويتي لخوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خوي بورن كردينتو في أحسن صورة لجوان ترين شيوية لجوان ترين شيوية كاما بو خويم حديثة بلقش لسر شيوة كدوا ترباسي شيوة كابو من لبابيك طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يدي وجل جلاله لخونيا وأهل سنة جماعة بيرو باوريان وايا كبياو شاكان وصالح كان جاتوان الله بن لخويانا اتوان ريبلين الله عندي وجل جلاله لخويانا بلام احكامي خو وكو احكامي بيدارينيا احكامي خو وكو احكامي بيدارينيا اويل خونا بين ري اوانيك لواقعها ابو يكاتك بني لسوري يوسف كبرا كان يدينو اتشا من نوبوي ودايكو باوكيشي لقاليان لسرع بابلين تختكي فرمي هذا تأويل الرؤياي اخوي كالاخوا ديبوي خورو مانغو استيرا كان بود بلا مو يساي بيني برا كان يباكو دايشين يعني ها او اخو جيا لقل او بيداري باشا بيني نكي اخو جيا لقل بيني نكي بيداري بويا لخو نيشا اقر الله جل جلاله بين ده او نيكا لواقع عديو ده و بينيني الله جل جلاله لخوا للاين عبد كان يوا ببي تقوى وإيمان وعلم وخشيانا كاتك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبهيسترين إيمان أبوا لزورترين زانست أبوا لزورترين تقوى أبوا لباشتري شوا ديبيتي تقر بيت عبدك لبليكي نزمي تقوى لبليكي نزمي علم وزانست إيمان أبوا وناتو أنا بيبيني كبراسي بليه برزي وتعبين ده ولو بلا برزش أبوه كامل ترين بلا كرسول الله صلى الله عليه وسلم تيا أبوه بلا بندية شوي بينينك هم يليق عستو مرتبة يعني
ويا أهل سنة وجماعة بروبار يعني واك لخونا بين ده بلا مجهم يكان على لخونا أنا بين ده إنكاري واكن وليوا أي سلمان كجمران ولا عدن لا رش كأهل سنة وجماعة أشاعر كان داني بيان لقال ما تريد يكان على إن الله جل جلاله لخوا بين ده بلا أمل بروينا نصوص هاتوا لبروناك نصوص هاتوا بلكو بو كرامات ومكاشفات خوين ولويوا بهوي او خونا يعني خلاص ان ابتداع كان لدينا وجمرائيه كانوا شدعا يعني تشريع كان ما لم ياذن به الله اوان لو روان قوداني بيعني باقا داربين يعني كيسالين اما اوجداني بيعني اوجداني بيعني اوجداني بيعني بلا بلا بنا ما كان شيء لدان بيدانانك مرجني دان بيدانانك كافي بيه بيه تماشي بنا ما كشي بكي بيه بنا ما كشي لسر بنا ما أهل السنة وجماعة بيه أوسا باشان حالتي سيامي بينيني الله ما نزل لزلاله كوالا رجي قيامته جهمي كان بها ما شو إنكاري وكان الله إن الله جل زلاله نابين للا رجي قيامته بلا ما أهل السنة وجماعة أفرمون الله جل زلاله لرجي قيامته بين للا دوجيا لساحي عرصاتا ولا ناو بهاشتا وأو بيني نجبه هماشي وشوان وكو خونك ببي تقوى وإيمان إنسانك بو أو بيني نجل روجي قيامتها ببي تقوى وإيمان زانستو خاشيو تشاكي وصلاح إنسانك ببي أولا شكال نعمة نعمة جاعتا ببي أو يكتوش عيستيد بسرتا أرجين ذي و هروكو شون نصوصا كان توزي كان خوانينو بوشي ويما يبان من بيتيك قرآن وحديثات و أشاعر كان بهمان شوالن الله جل جلاله أبين ري لروجي قيامته بلا ما نج أساسه كان بابلين أقلية ديسان ألين ببصيرة أبين ري نك ببصر بتشاوي سرنا أبين ري بضل أبين ري أشاعر ما تريد يكانش كراجع أزر هنك شان لين بتشاوي سر هندي شان لين ببصيرة أبين ري أبو شو حتى هان ألين نورا كي يبين ذي وحيانا على تجلية كي يبين ذي وقصة زور كلا ولا سر بعمد أما بابلين مسألة يبينين بو كالدرس بيرشا لسري روشتين بلام أوي أمينته وكرسول الله آية جل جلاله لبيداريا الله يديو عنا أما بابتك خلافك لنواني صحابة خلافك لنواني صحابة عائشة خاتون فرمين يديو بتشاوي سرين يديو ابن عباس سير روايتي ليه وهاتو روايتي ليه وهاتو أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يديو بمطلقي يترنالي بضل ديوتي أبسر ديوتي روايتي ليه وهاتو أفرمي الله يديو جل جلاله بضل روايتي شي ليه وهاتو أفرمي الله يديو جل جلاله بتشاوي سر أمر رواياتاني لابن عباس وقت وقت ما شايب كين بلا بنديان بكين بهسرين روايات كاللي ويهات بي أويك إطلاقي كردو بمطلقي وفرميتي فرميتي الله يديو بيضنقو نيوتو بچاو ودل بدلو چاو نوعي نيوتو أو بهسرين روايات دوم لقوة لهي زابريتي لو كافرين بدل ديويتي أوشي اللي وقتو سيم لقوة لها زاوية كافر ما بتشاو ديويتي هرس رواياتك اللي هاتو بلا ميما بخوان بهسترين ولا قرين كالله يديو ويتر الله يديو بمطلقي بضل ديويتي أبا تشاوي سر ديويتي ناتشينا ناوي ناتشينا ناوي أو أرأي زربي أهل السنة وجماعة بوشي أمر رواياتنا وبجيوازيهة لابن عباس ولا بدوي تلبكان ابن عباس سيطبقا طبقيك عن قسكان ابن عباس جيرنوا بدقي شو بواتاش هردوكي يكشتا يعني شون يعني ابن عباس بيستوى آوى جيرنوا كما مجاهد وابو العالي وسعيد كوري جبير وزوريك اللوانيتر طبقيك ترمانيا لتلب كان ابن عباس قسكان يجيرنوا بس بمعنى اكو امامي الضحاكي كوري مزاحمو هندي كتر طبقي كتر معناه للتلبة كان ابن عباس قسكان يجيرنوا بصحيفة
يعني ببارا وبنوسين بيان قشتوا كيف نعباز وايفرمو أو جوكو علي كوريا بطلحة بي قشتوا بو يصير كي الروايات كان لوانو هوا بجي وازيها توبو من بوشيو إما توانين بخو من تقرير يوب كين كلا دنيا أنا بين ربا شاوي سر چونك هوا نصوصي قرآني لسر باشا كابا مسافر ملن تراني ناتواني بمبين لدنيا وايش فرمي لا تدرك كلها أبصار ويعني في الدنيا كاوا تفسير عائشة خاتونة ويا بويا فرمي الله جل جلاله فرميتي لدنيا هي تشاوي ناتوانا ببينة تشاوي في غمرانيش موسى نيديوا فرمي رسول الله جل نيديوار كسبل رسول الله ديويتي بچاوي سريع ودروي هلبسته بو الله جل جلاله وكو باسمانك اما مسألة بينين بو بقشتي ومسألة بينين بو بتايبتي بو رسول الله صلى الله عليه وسلم شو كان دبرة جوان قلت بو لو درسة إشكالي أم بو دروز بو بو لباريو فرمودانو لباريو بابتانو ثريا كم كيناويتي أفرمي أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن ملك العطار سمعت أحمد بن حنبل يقول وصول السنة عندنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فإنه معثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه قتادة والحكم ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس أفرمي إمام أحمد لأصول سنة كيا أفرمي إكل ابن مكان أهل السنة جماعة لا إيمة أويا كيما داران الله بننزل جلاله للرج قيامة أمل رسول الله أبو من جراته قتادي قتادو حكمو حكم كري أبان وعكرمو ابن عباس بانجر أمينته ورواه علي بن أبي زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس والحديث عندنا على ظاهره ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن على ما جاء على ظاهره وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان أفرمي وعلي كري أبي زيد لا يوسف كري مهران وإجلا ابن عباس ويوسف كري مهران شيبي أوتري وفرمي حديثك لا إما هروكو خوي لفظك إيشي هاتوا إلينا و شون يتيب ودانانين و رجي قيامة الله جل جلاله قساك لك العبد كان ببيوي مترجم لنواني شانا هبه باش أنا فرمي حدثنا عبد الرزاق بن منصور حدثنا مغيرة حدثنا مسعودي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر ابن عمارة ابن رويبة عن أبيه قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة بدر فقال إنكم سترون ربكم تبارك وتعالى كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على ركعتين قبل طلوع الشمس وركعتين بعد غروبها ففعلوا وأنا فرمد لها بخاري فهاتوا ولا الصحابة يتروا فرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجيكان تماشي شبكان تماشي مانجيا كرلا شواردها فرمي يوى فرورد قارت أنا بين للروج قيامته هر وقت شون أو بابلين ما نقابل نيستا هيج تير يقرنية لبينينكي بجواني بين أنت شويش لبينينكي يعني جاقة توانيتان نيوجا كانتان بارزن لبرا بيانا دور كانت سنة بيش بياني ودور كانت يجدو أي مغرب بعد غروبها أو كاربكن أو سنة تابيته هو يزياد رجوان تربين للعين إيوه حدثنا يزيد بن جمهور قال حدثنا الحسن بن يحيى ابن كثير العنبري حدثنا أبي عن إبراهيم بن المبارك عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وإذا في كفه كأصفل مرايا وأحسنها وأحسنها طبعا أم فرمو دائما تفسير كل باب كلام الله جل جلاله فرمو دك الدرجة بهمان شوى هنا ويتي بلا من فرمو ديش بهمان شوى بلغي بنيني الله تعالى جل جلاله كافر ما فيكشف الله عز وجل تلك الحجاب قال ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا فرمي الله جل جلاله حجابي خوي لا أباتو أو أنت ما شاء الله كان جل جلاله خوغر جستاني بهزنا كردايا برغي بنينك بقري أو نوري الله جل جلاله يسوتان حدثنا أبو بكر المروذي قال سألت أبا عبد الله عن حديث الرؤية فصححها وقال قد تلقتها العلماء بالقلوب نسلم للخبر كما جاء نسلم الخبر كما جاء أبو بكر المروذي فرمي لباري بنيني الله جل جلاله وفرم دكانك هتولى سليب سيارم لإمامي أحمد كر فرمي طوابي زانياني أم أمتا وحديثانيان ورقلتو قبول يعني كدو يمش تسليم يا بين
أخبرني حنبل بن إسحاق قال سمعت أبا عبد الله يقول أدركنا الناس ما ينكرونها من هذه الأحاديث شيئا، والأحاديث الرؤية وكانوا يتحدثون بها على الجملة يمرونها على حالها غير منكرين لذلك ولا مرتابين. فرمي إمام أحمد فرميت يما بهركز قشتبين أو حديثان عن ورقرتوا ودانيان بيانا وكاريان بيكردوا وكوخي جراوي عن توبة هيتشي وإنكاريان نكردوا وشكيشيان لينبوا. طبعا بلا حديثة كان لزياد لدوانز الصحابة وهاتو لدوانز الصحابة وهاتو هندك رين زياد لبستو بينش صحابة جراوي عن توبة قشتوا تحديثة واتو الكزاتو عن إنكاريبك. قال حنبل قال أبو عبد الله قال الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، فكلم الله موسى من وراء حجاب. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله تعالى أن موسى يراه في الآخرة. وقال عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ولا يكون حجاب إلا لرؤية، فأخبر الله إن شاء الله ومن أراد يراه والكفار لا يرونه. قال وسمعت أبا عبد الله يقول القوم يرجعون إلى التعطيل في قولهم ينكرون الرؤية. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حديث تروى في النظر حديث جليل بن عبد الله وغيره تنظرون إلى ربكم حديث صحاح. وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى الله عز وجل. ثم قال أبو عبد الله نؤمن بها ونعلم أنها حق يعني حادث الرؤية، ونؤمن أن الله يرى نرى ربنا يوم القيامة لا نشك فيه ولا نرتاب. حنبل فرمي إمام أحمد ما يأتي خوين دوا لسوري شورايك الله جل جلاله فرميك كسي لإنسان كان الله جل جلاله قصينا كرد بي لقلي إلا بوحي قصينا لقلاك ويأخذ لبشتي برده ويأخذ نير داعيك خوين أردو ولا يوكو جبريل. أفرمي وموسى يكيب ولوانيك الله جل جلاله لبشت حجاب وقصي لقلا كردوا وعيش فرميتي بابد بينم وتذينام بيني تماشا يوكي وابكا أقل لجي خويا ما يواوا توتواني بن بيني تجلي كردوا بوكي وكي وكا سوتا وكا واتي إمكاني بينيني هي بلا مويا لدنيا يعني. وأفرمي بموسى يفرمو توانا تواني بن بيني لدنيا أو تاني الدنيا برقي بينيني منا أقلتو لقيامتها تواني بن بيني. وفرمي الله جل جلاله فرمي بيقومان كافر ومشكان لروجي قيامتها بروردقاري النابل كإمام شافعي ميتس بالتفسير كردو ديار أبو إمام أحمد شنك هذا تفسير كي أو يعني فرمي الله جل جلاله لرأي أهوالبان بيدك كافر كان نابل كواتي من دارك كان نابل كان نابل عقوبة بي الله جل جلاله عقوبة بسر مسلمان هنا ناسب يعني بلكو بران بركي كنعمة بينينا بمسلمان عني بخش. وفرمي إمام أحمد فرميتي وداخوا جمركان أم فرمودان وما أتانها ميتعطيل كنوخ أن معناه بودار جن بلام شيء كن لما يأتي ترك فرمي دم تاوان أجر الرجيق يا متى تماشى كن تماشى بروادجار يعني كن كأو يترنات وأني يشتكي لكي. وفرمي فرمودي جليل كور عبد الله وزورك تلا الصحابة كان كفرموني وتماشى الله كن وباش أنا فرمي وآتي الله جل جلاله فرمي أواني كشاك كارن للرجيق يا متى شاك يعني دريت وزيات الله شاك كفرمي الصحابة كان تفسير زيات الله شاك يعني بشيكر دوا ببينيني بروردگار. ويفرمي ما إيمان مان بيتي وزانين حقا هموي ورقرينو قمان مان لوني روجي إلا روجي قيامته بروردگار ما نبينين. قال وسمعت أبا عبد الله يقول قالت الجهمية إن الله لا يرى في الآخرة ونحن نقول إن الله يرى لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، وقال تعالى لموسى فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأخبر الله تعالى أنه يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، رواه جرير وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كلكم يخلو به ربه، إن الله يضع كنفه على عبده فيسأله ماذا عملت. أفرمي إمام أحمد فرمي جهمي كان لنا الله جل جلاله نابين ريال قيامة أما لنا بين ريال لبرو آتا ك لسوري قيامة آتوا دمو شوانك للرجي قيامة برورد قال يا نبي. ولا سوري عراف شاب موسى فرمي قالوا كي ولا جي خويا ما توم بيني كوا تجاري او كي ولا جي خويا انا ما توم نام بيني بلام روجيك دي كاتواني بن بيني. وفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث غير جرير وغير ابي شاف الميتي او برد قالي خوت انا بين لروج قيامتها روج شلون الدنيا لم شوي مانجي شوار دا مانك بين. فرميتي نيت انا خوي بتني على قال الله جل جلاله نوستند. وفرمي فرميتي الله جل جلاله عبدك بانك خوي وعبدك يستري خوي بسرع دو أي دوينة أما نجهمي إمكاني بنيتها. هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تروى صحيحة
عن الله تعالى أنه يرى في الآخرة، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى يوم القيامة، وقول إبراهيم لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فثبت أن الله يسمع ويبصر. وقال الله تعالى يعلم السر أخفى، وقال إنني معكما أسمع وأرى. فالمين فرمودان هرهميان صحيحنو زانانيا مقبوليان كردو أما عميق سيما محمدا وفرميك أزنات وأنا الرتيكات وشنك قرآن شاهديتي قال الرجل قيامتها بنته. وفرمي إبراهيم باباك فرموتو بو برسترابك أبرستي كبطالة نبيستني هي نبينين أماش بينينو بيستني الله جل جلاله جيجيرك أبومان، والله جل جلاله خوي فرميتي أوي كان هيني ووشي كشار راوي الله جل جلاله إزاني. وفرمي بموسى وهاروني فرمو من لقلت أنا ما بينمو أبي سم. وقال أبو عبد الله فمن دفع كتاب الله ورده والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واخترع مقالة من نفسه وتأول رأيه فقد خسر خسرانا مبينا. فرمجا هركس أم فرمدان وما أتانا رد بكاته وبخوي رايك دابهين تأويلي بكاء وبراسي قمراب وقمرابون يكدون دوراء. سمعت أبا عبد الله يقول من قال إن الله لا يرى في الآخرة فقد كفر وكذب بالقرآن ورد على الله أمره يستتاب فإن تاب إلا قتل. وفرمي مامي أحمد فرمي دير كسي بلي الله جل جلاله لرج قيامته نابين ري أو كافر بو قرآني بدرو خسوتو حديثي بدرو خسوتو دعوي توبي لي أكري أقرتو بناك على قردني أدري. وروي عن يعقوب بن بختان أنه سمع أبا عبد الله يقول صارت محنتهم كفرا صراحة يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يرى في الآخرة. فرمي مع محمد فرمي جهم يكان محنتك يعني بوتا كفرك الرون وأشكراك علينا للروج قيامة الله جل جلاله نابين له. وفرمي سمعته يقول كفر مضروب يعني ما كفرك لسريان ما رأيتر لا ناتش لسريان. وعن حنبل سمعت أبا عبد الله يقول إن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة فثبت في القرآن وفي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. إمام أحمد فرميت الله جل جلاله لدنيا نابين لقيامة أبين لما جي جيربوا لقرآن السنة قصي الصحابة كانوا تابعين كان. وعن أبي طالب قال يعني أحمد قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا فمن قال إنه لا يرى فقد كفر. فرمي يا أحمد أمدو آتي خوين دوا الله جل جلاله الروج قيامته ديت لنا بولي لملائكة كانوا لنا بلا دوك الله كيسبيدا ولقى الملائكة كان بول ببول دي أمدو آتي خوين دوا فرمي هر كسب لنا عبين ريوا براستي كفري كردوا. نصوص زودا لطبقات حنا بلو للاي بابلين شريعة لا إمام الجري ولا للاي ابن بطلة إبانة الكبرى لتسلويك طوابي زانان لسلو نوي بلغي الله جل جلاله لرج قيامتها نابين ريك أفربوه. وسمعت أبا سعيد الفقيه المصيصي الحسن بن علي بن عمرو عمر قال أبو صفوان رأيت المتوكل في النوم وبين يديه نار مؤججة عظيمة فقلت يا أمير المؤمنين لمن هذه؟ قال لابني منتصر لأنه قتلني وتردى وتدري لما قتلني لأني حدثته أنه يرى في الآخرة. أبو صفوان فرمي لخوما خليفة متوكل بني طبعا خليفة متوكل وبيا أبوك بابلين محنة لسري من داران هالجيرة قصي جهمية كان ولا أن رأى لان فنبيني ملخوية أقريك يقور أكراب ولا بردمية تماشا أكر تمي أميري من داران ما أقربوك يكراه دوابتي بوكراكم كناوي منتصر بالله لبري مني كشتوه باشان فرمي زاني بو مني كشتوه لبري أوي كمنتو ما الله جل جلاله للرج قيامته بنده. قال أبو سعيد فقال إبراهيم الحربي هذه رؤيا حق وذلك أن المتوكل كتب حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن في الرؤية بيده عن عبد الأعلى وقال لا أكتبه إلا بيدي. فنوي مش حقا إمام أحمد أمخوا خبيك حقا فرمي إبراهيم حربي فرميت أمخوا خبيك حقا لبروي خليفة متوكل خوي بدستي خوي حديثي بنين كي نسيوا. وحدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت القواريري يقول رأيت أحمد بن حنبل في النوم فقال المؤمنون ينتظرون أن يروا ربهم فأما الكفار فلا يجوز أن يروا الله تعالى.
أو بكر مروذية فرمي قواريري بو جرامو كإمام أحمد إلى خوا دي ودو أو كوفاتي كردو فرميتي يما إيمان داران شواري بنيني الله جل جلاله بلام كافر كان نايبين. حدثني الياس سياري محمد بن أحمد البصري قال حدثنا محمد بن عمرو بن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي قال حدثني أحمد بن حسان قال قلت لحمدويه بأي شيء تعرف الزنادقة؟ قال الزنادقة ضروب، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق. أحمد كري غسان فرمي بحمدويه مد زنديق كان شون بناسين وفرمي وان زورا وجوري عن زورا بلام ديارترين جوري عن لم رويوانا كارن الله جل جلاله لرج قيامة نابين لأوان زنديق وواني كارن قرآن مخلوق وان زنديق. إن شاء الله لرأي وسيم درس داعته لبابيس يكدس فيكين والحمد لله رب